كنت بقى يعني في التانل امسك الكره كده قدام حيطه وافضل العب الكره اجينست ذا وول الحيطه افضل العبها. كانت لمده دقيقتين او ثلاثه كان لازم اعمل كده ده كان بيزود لي تركيز. كنت احط هيدفون في وداني البس واشغل مزيكا حلوه مزيكا سريعه وبالكره انا والكره وتعلمت دي من ادجر دافيدز. 11 احب 11 اول يوم العب مع منتخب مصر ماتش مصر والامارات الجول اللي انا جبته في ريال مدريد تشامبيونز ليج في ملعب الفيلودروم كنا مغلوبين 1-0 وانا جبت 1-1 وكان فريق ريال مدريد فريق جامد جدا فاوز فيري براود ان انا كنت فخور جدا ان انا جبت جول في كاسياس في فريق بيضم بيكهام وزيدان وفيجو وكارلوس وسالجادو وبيضم رونالدو وراؤول وزيدان طبعا وكنت وكان بياسو كنت فخور جدا ان جبت فيهم جول. روبي كين كان لعيب كان راس حربه جامد جدا وغير ان هو راس حربه كنت متفاهم معاه بشكل كبير جدا. في كتير يعني لعبت قدام مدافعين جامدين قوي يعني بس كانافارو كان من اصعب المدافعين اللي لعبت قدامهم. اطيب لعيب شيكابالا اكيد شيكابالا طيب جدا. اكتر لاعب دمه خفيف برضه روبي كين. ملعب جودسون بارك بتاع ايفرتون ده عمري ما كسبت فيه ملعب صعب جدا ودايما في ماتشات ايفرتون دي بتبقى ماتشات صعبه جدا وضيعت بينالتي هناك مره ضيعت بينالتي واحنا بننافس على الهبوط مع ويست هام ضيعت بينالتي هاورد ده بتاع منتخب امريكا صدها مني في الشوط الاول. ما كنت بكره ملعب ايفرتون ده ان انا اتجوز 4 ان انا ادرب في التوب ليفل في اوروبا. دلوقتي انا ما باكلش الا سمك. انا بقالي سنه ونص ما باكلش الا خضار وفاكهه وسمك. السمك